قال واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا فمن وجد في نفسه كسلا وهو يقوم الى الصلاه حتى لو قام الى الصلاه لكن يجد كسلا في نفسه وتثاقلا عن الصلاه فليعلم انه على خطر عظيم لان المؤمن عكس ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارحنا بها يا بلال المؤمن يفرح إذا جاء وقت الصلاة لأنه سيذهب لمناجاة ربه. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، كما تفرح إذا طرق بابك حبيب لك طيب أو أبوك أو أمك أو صديق أو اللي يكون تفرح بقدومه كذلك يجب عليك أن تفرح إذا دخل وقت الصلاة لأنك ستناجي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عكس المنافق وهنا ماذا قال عن المنافقين؟ قاموا كسالى يراءون الناس يشوفونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به يوم القيامه يعني الذي يتكلم ليسمع الناس كلامه حتى يثنون عليه كذلك من يفعل شيئا حتى يراه الناس الله سبحانه يفضحه يوم القيامه يسمع الناس به ويريهم اعماله سبحانه وتعالى يفضحه يفضحه بعكس نقيض عمله بنقيض عمله الذي كان يعمله في هذه الدنيا